مساء الخير على كل متابعي منصة أبو كبير ميديا، معكم سمر ميكي من محافظة قنا، ولايف جديد النهاردة ومختلف عن قصة ابن مركز فرشوط أحمد حسين. أحمد حسين اللي قدر ان هو يسافر قناة السويس بالموتوسيكل، كمان قدر ان هو من ضمن ان كونه ان هو من ضمن ذوي الهمم ان هو يحول الموتوسيكل العادي الى موتوسيكل خاص بذوي الاحتياجات الخاصة. زي ما شايفين في الشارع بمعدات بسيطة، أحمد حسين قدر ان هو يتحدى إعاقته، يتحدى الظروف، رغم أن في الظروف أصبح أشهر ميكانيكي داخل محافظة قنا، كمان عنده القدرة عن صناعة موتوسيكل من البداية للنهاية، لكن ده مش في استطاعته ماديا. من الشارع ومن الأدوات البسيطة أحمد حسين قدر يعمل المستحيل وكمان يساعد ذوي الهمم بتحويل الموتوسيكل العادي إلى موتوسيكل خاص بذوي الاحتياجات الخاصة. هنتعرف معاكم إزاي قدر إن هو يصنع أو يغير يحول الموتوسيكل العادي الى موتوسيكل خاص بذوي الهمم، وكمان عمل انجاز عظيم رغم ان هو من ذوي الاحتياجات الخاصه الا ان هو سافر قناه السويس بالموتوسيكل. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل عرفنا بنفسك وقول لي قصه الميكانيك، اشهر ميكانيك انت في جنبك. انا اغلب واحد في الدنيا. كلنا غلابه. عرفنا اسمك وقصتك. كم سنه؟ انا اسمي احمد حسين، احمد حسن، من قرية فقيرة، هي حاجر الدهس البحري دي في الجبل فوق. من القرى الأكثر فقرا في محافظة قنا. مشهورة القرية دي من 2016. حاجر الدهس البحري. انت بدأت معاك الإعاقة انت وعندك كم سنة؟ الإعاقة ده ما فكرش، بس الحاجة بتقول لي على سنة ونص. انت كان عندك سنة ونص؟ بدأت معاك الإعاقة. طب بدأت ازاي للميكانيكا وال الحاجة أم الاختراع يا أستاذ. الحاجة أم الاختراع، يعني بني آدم لما يكون عايز حاجة غصب عنه هيعملها. دي بدأت معايا من أنا وصغير. زكى بالسلام عليك. لا سلام يا عم. على الصلاة والسلام. آمين يا رب. بدأت معايا من أنا وصغير، ما أعرفش الإعاقة جتني إمتى. أمي بتقول لي على سنة ونص، أنا طلعت لقيت نفسي كده، يعني ما خدت يعني سنة ونص مش هفتكر الإعاقة نزلت على ده. نشأت لقيت نفسي كده، طبعا عايز اتحرك، انا بسحب ساعة عايز اتحرك. اتحرك ازاي للبيت وتيجي للشغل والميكانيكا والمستكلات؟ بالموتوسيكل بتاعي. انت صنعت الموتوسيكل ده مخصوص؟ جهزته بحيث اني انا اعرف اتحرك بيه. قبل الموتوسيكل كان جهزته عشان يكون في استطاعتك انت وبسافر بيه على فكرة اي مكان في البلد، في الجمهورية بسافر بيه. يعني لو سافر القاهرة سافرت قناة السويس قبل كده؟ سافرت القاهرة وسافرت بالمستك. رحت افتتاح قناة السويس برضو بالمستك. بدأ قلنا ازاي حولته من الموتوسيكل عادي للموتوسيكل خاص بذوي الاحتياجات الخاصة؟ والله دي كانت أمنية حياتي أنا صغير إن يبقى عندي موتوسيكل، لأن العجلة أمي بدال دي ما كانتش بتساعد، وخصوصا في الرملة لما أكون مروح. طريقنا كانت كلها رملة. وزي ما انت عارفه العجله يعني هتبقى يعني لازم حد يزقك. فامنيه حياتي كان عندي يبقى عندي موتوسيكل. اتحديت الظروف واتحديت الدنيا كلها وعرفت اعمل فلوس بالحلال. بالحلال الحمد لله. لا ما استسلمتش للاعاقه خالص، ولا ما احبش استسلم لها اصلا. ناسيها خالص من جوا؟ لا انا حاسس نفسي ان انا فوق العادي، مش عادي. يعني انا حاسس نفسي اني فوق العادي مش بني ادم عادي. عندك فكر الحمد لله عندي كل حاجه على ربنا اعطاها. رضا الحمد لله لك يا رب. كلمنا عن الموتوسيكل بدات ازاي؟ الموتوسيكل اشتريت الموتوسيكل ده موتوسيكل عادي، وبعد كده ابتديت انا عايز اتحرك بيه. جيت اجيب الفكره كده مره واثنين وثلاثه على الورقه لحد ما صممت الجهاز ده. ده كانت البدايه مش ما يوجعش من غير تحميل ولا حاجه. ما يوجعش بيه او يمشي، يعني يعدي ال 120 مش ما يوجعش وخلاص، يمشي مسافه 120 ويعدي كمان بعون الله. انا عامل حاجات الموتور نفسه مزوده سرعته هتخش في 180. طب انت اتعلمت ازاي الحاجات دي؟ جاتلك ازاي فكره ان انت تطور من الاول؟ انا كنت عجلاتي قبل الموتوسيكلات، انا كنت عجلاتي كنت اشهر عجلات على مستوى مركز فرشوط النواحي. نزلت الشارع برضو بالادوات في الشارع. وبعدين كملت ازاي الموتوسيكل؟ جيت اعمل فكره مره واثنين وثلاثه تنجح برضه ما عجبنيش، عايز اداء افضل من كده.
كل ما الاقي عيب مثلا فيه اروح اداوي العيب، اعمل العيب ميزي. اتعلمت ذاتي ولا في حد كان بيعلم؟ لا لا، في العجل اتعلمت ذاتي، في الموتوسيكلات استعنت بواحد صاحبي اسمه ياسر الباجر، ذاك عم احمد. هو الراجل اعطاني الايه؟ يعني الاساسيات. الحمد لله انا مطلع اجيالي النهارده من تحت ايدي، اجيال كثيره قوي قوي فتحه، معظم شباب. علمت ميكانيكيه كثير يعني؟ كثير الحمد لله، وفتحه ورش كثير. في ناس بتخاف انها تعلم حد ممكن ما يفتحش ورشه. طب ما ربنا ما قالش كده، ده كل ما توسع على غيرك ربنا يوسع عليك اصلا. ده قصر معاك او حسيت ان ممكن ياخد منك؟ طب هياخد مني ايه؟ ده بالعكس، ده ممكن يديني كتير، لانه اللي عاطي هو ربنا. انت كل ما بتساعد واحد، ده اللي زقى كلب دخل بيه الدنيا، فما بالك اللي بيعلم بني ادم صنعه وياكل لقمه عيش بالحلال، هيروح فين؟ طب الموتوسيكل ده اللي انت خلصته في مده كام؟ او اول ما يعني مشيت فيه وحسيت ان هو ده متاح لكل ذوي الهمم اللي عندهم اعاقه؟ اه الحمد لله دلوقتي عندهم اعاقه في الرجل طبعا. في الرجل اه، لان يعني دي واللي عنده اعاقه مطيف. واللي عنده اعاقه في ايده برضه بعمل له، ممكن اعمل له البنزين لو عايز يعمل مستقل، لو واحد ايده مقطوعه مثلا بعمل له البنزين في رجله تحت في الفرامل يعني نفسها في دراعه. تعملها ازاي دي؟ بقى نجيب شدادات وحاجات كده، حاجات بنشتريها يعني وبنعملها، ويبقى على صباع رجله كده البنزين، على صباع رجله دي اه في رجل الفرامل نفسها. طب في ذوي همم جو لجأوا ليك ان انت تعمل لهم موتوسيكلات؟ كتير، لاني انا مؤسس جمعيه، بس للاسف يعني الحمد لله رب العالمين، اولاد الحلال والمسؤولين مش متعاونين مع المعاقين خالص. الوحيد اللي متعاون عارفه مع المعاقين مين؟ سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن عارفه الباقيين، اقسم بالله تعالى ما عنديهم دين ولا رحمه. انت وسيله مساعده ليهم تعتبر صح؟ يعني من ضمن المحافظ التعجيل، انا صارف 18,000 جنيه على معهد، ما سيبوني اتكلم براحتي. على صارف 16,000 جنيه على تخصيص قطعه ارض زباله بيرموا فيها زباله، وخدت كل التراخيص وجبت القوات المسلحه المعاينه وخدت موافقات من جميع اداره مرجوك نجا حماده على الخريطه، وبعد ما صرفت على دم قلبي المفروض نستلم الارض عشان نعملها معهد حرفي ومهني للمعاقين. شوفي داي معهد حرفي ومع المعاقين عشان يكون عنصر فعال في المجتمع. لحد دلوقتي الورق انتهى والدنيا خلصت وما حدش، والمحافظ ما مدش ايده. لكن انت فكرك العون. انت فكرك والكلام ده انا اتحمل مسؤوليته، الكلام ده انا اتحمل مسؤوليته على ما هو ما فيش حاجه زي المطالبه عاديه مربي يعني. انتوا تتضرروا الفوبيا يا استاذ. طيب انت قدرت انت بنفسك ان انت تساعد المعاقين، تساعد كل حد ليه احتياج انت تساعده، ساعدته بان انت تديلهم وسيله مواصله. في ناس تبقى قاعده في البيت بجد، ما هو ده اللي بيعورني وبيكيدني، لما يبقى في واحد في بيت ما حدش عارفه ونفسه يطلع يشوف الناس. عشان كده بس للاسف الصعيد هنا، الصعيد وخصوصا لو كانت بيت الصعيد للاسف بيتكسف لو واحد عنده واحده معاقه بيتكسف. يعني انا حصل موقف زي كده، كنت بسال على واحده معاقه كان فيها المساعدات جاياهي، قعدت سالت ناس جيرانها ما عرفوهاش، قالوا يا ابوي معهمش بنات. في تهميش للمعاقين، في تهميش جدا 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 في الصعيد المعاقين. فكرت في صناعه موتوسيكل خاص بيهم؟ انا فكرت في الجمعيه عشان الجمعيه تقدر تساعدهم وتوصل لهم اللي هم محتاجينه. بس برضه اما الموتوسيكل كان وسيله. ده الحمد لله ربنا بيقدرني، بيقدرني وبجيب الموتوسيكل واعمل له جهاز. كلف عليك كام الموتوسيكل والمعدات بتجيبها من فين؟ زي مثلا حاجات زي هو الجهاز ده كلف عليا انا بس حاجه عاليه، ده حاجه فخمه جدا، عاليه 3000 مخرط له خالص، بس انا اللي بقدر عليه بعمله يعني مع المعاق، يعني مش بحمله كله يعني العيب. الموتوسيكل العادي ده كان موتوسيكل عادي، ده موتوسيكل عادي لو حلينا منه دول على كده. هيتفك هنا مسمار واحد، يعني المسمار ده بس هيتفك، والمسمار اللي ورا دي ده طلع على كده بيجي موتوسيكل عادي. بيجي موتوسيكل عادي وانت حولته لذوي احتياجات خاصه. طب ازاي يطلعوا عليه مثلا؟ لو حد مثلا معاق يطلع عليه ازاي؟ على حسب طلعته هو، ممكن نعمله جرده ليه بتاع حاجه كده تساعده برضه، على حسب وضعه هو. نحن بنصمم المستشفى على حسب وضع على حسب وضع المعاق. هو نفسه بيجي لك ولا اسرته مثلا؟ والله هو انا حاطط، انا رقم تليفوناتي حاطتها على الواتساب وعلى الفيسبوك، واي حد محتاج حاجه بيتواصل معي عن طريق التليفون، واللي ما يقدرش يجيني انا بروح للحد عندي. طب قول لي ازاي قدرت تسافر من هنا للسويس؟ دي كانت الفكره. موتوسيكل ده فكره كنا انا ده صح؟ الموتوسيكل دي بصلي عليها. هنا للسويس خدت
كام يوم او خدت ازاي؟ خدت 5 ايام. 5 ايام من كده لقيت فيهم مشاكل. الاسماعيليه. الاسماعيليه. عشان الافتتاح كان في الاسماعيليه ما كانش في الكويت. الافتتاح كان في اسماعيليه اصلا مش في السويس. اسماعيليه. خطرت في دماغي الفكره، كنا قاعدين انا وجماعه اصحابي سهرانين كده، كان يوم متهيألي كان عيد رمضان، كان تاني يوم عيد رمضان. وكنا في الجبل فوق سهرانين كده واخدين يعني عاملين شوي والكلام ده، لحمه شوينا والكلام ده. فهم الليل قال عليهم، فهم جم يعني ما معهمش مواصله. هم كانوا 4. فقاعدين زي كده، قال طب بيقولوا هنروحوا ازاي؟ راح واحد منهم قال روحوا يا اخي احمد، احنا 4 على المستكل. انت تاخدهم؟ راح واحد قال المستكل هيحملنا، احنا 4 وهو 5. راح قال له يا راجل ده المستكل بتاعه يروح قناه السويس. قالها كلمه كده؟ قالها كلمه كده يعني، انا الكلمه مجرد ما قالها كانه وحي نزل عليه من السماء. خدتها محمد جد؟ هتروح قناة السويس؟ هروح قناة السويس بالمستكل. بالمستكل. كان ايه اللي انت عايزه من اللي هتروح؟ يعني ايه عايز تثبت ايه لنفسك؟ انا كنتش عايز اثبت اي حاجه لنفسي، انا كنت حاسس بنقطة نقص بالنسبة لي، انا ما قضيتش الخدمة العسكرية. كنت عايز اعمل حاجة لبلدي، يعني أغلى حاجة في الدنيا عندي على كده وطني وديني. يعني دين الاول والوطن الثاني، ومش بحمل فيهم اي حكايه كمان، يعني في لحظه تلاقيني اتعفرت لو حد يعني حب يهينهم او اي حكايه. وطنك ديني ووطني. كنت عايز اشارك في اي حكايه اي حاجه اعملها عشان الانجاز كبير سهل. لو خصوصا ان الانجاز نفسه يشاء. لا يعني نحن جدودني بنوها بالصخره بالكرباج، كانوا يموتوا يدفنوا فيه القديمه مش على الجديده. انما جديده ما عرفناش نفرح به، لان نحن قعدناه بالمقطف الطري واللي استفادوا منها الاجانب ايامي. كنا قعدناها بالصخره وتعتني. الثانيه سافرتها بموتوسيكل؟ الثانيه رحت لها بالموتوسيكل، ولو اضطرت الامر نروح سحف اروح، ولو ونفسي الرئيس عبد الفتاح السيسي يسمح لي اني اروح السويس او اسماعيليه اشارك الجيش في القضاء على الارهاب والحاجات كثيره اللي بتقرف في البلد. لا عند وطني انا يعني لما كنت انا وصغير اسمع افلام محمود ياسين والافلام الوطنيه كنت اقعد ابكي، لا كان اخواتي يروحوا لما يكون في فيلم زي كده يقفلوا التلفزيون عشان بس اسمع اقعد ابكي. عايز تحارب؟ تعرف شيء ايه من جوايا يا استاذ تخليني اقعد ابكي. عشان كده انت في قناة السويس رحت سافرت وشفت. الحمد لله ده فضل من عند الله. اخذت 5 ايام لغايه لما اخذت 5 ايام لحد ما وصلت اسماعيلية. طب انت ما تعبتش من المواصله اللي انت مثلا من ذوي الهمم؟ طب يعني اكيد هتتعب. كنت بريح لان انا ما اخذتوش مشوار، يعني لو خدته مشوار كان تعبني. انا اخذت متاكد انك خدت نظام رحله بتاعتك هتوصلك؟ ايوه انا واخد العده معايا والجميع اي حاجه. ايه الادوات بتاعتك اللي في الشارع؟ الادوات البسيطه دي. ايوه يعني انت من الشارع الحاجة اللي ممكن عملت انجاز لكل ذوي الحاجة خوصة. الحاجة اللي كنت ممكن احتاجها في الشارع لو 1% كنت واخدها معي. كل حاجة كنت واخدها. الحاجة اللي ممكن احتاجها في الطريق. في حد سافر معاك ولا لوحدك؟ لا هم عرضوا اني صراحة عرضوا علي اسافر طيران ولا قطر والكلام ده، انا رفضت. انت عايز تسافر بالاسعاف؟ الفريق مهاب مميش قال لي ممكن اجيب لك عربية اسعاف تاخدك من قدام بيتك لحد افتتاح قناة السويس. قلت له كده، قلت له خدت ادواتك البسيطه دي وخدت الموتوسيكل اللي انت صنعته ووصلت ورحت وجيت الحمد لله. طب اهلك لما رجعت كان ايه احساسهم؟ هي الناس ما كانتش مصدقه، كان انا لما طلعت الناس كانت ما كانتش مصدقه، تقول لك احمد متدسينه في مكان ويقول لك روح. لكن انت فعلا رحت؟ لان الفكره كانت ما كانش حد مصدقني، فانا كنت رحت وكل مكان كنت اقف قدامه كنت اتصور عنده وانزل تصور كل محطة. أيوة. كل محطة توصلها تصور. كنت نلاقي كل كمين مستنيني لواء بالساقع والراني والمي. كان في كرم في الطريق؟ جدا جدا جدا، اجمل ايام عمري خدتهم في الطريق. خدتها حسيت ان انا لي عازي. لا ده انت ليك يعني فايده كبيره وانت تحددت كل حاجه. الحمد لله رب العالمين. يعني الناس الاصحاء ما بيعملوش ربع اللي انت عملته. انت والله كل المعاقين. ما هو هنقول لك امال ليه انا امال ليه فكرت انا شايفين بادوات بسيطه من الشارع فكر هو يعمل كل حاجه. كمان شارب بافتتاح قناه السويس الثانيه بموتوسيكل، سافر من جنة من جنة للاسماعيليه في الافتتاح
بالموتوسيكل احنا شايفين اللي هو صنع بدوات البسيطه من الشارع زي ما شايفين ابن محافظه هنا اللي اتحدى الظروف واتحدى اعاقته اللي كان بيعيط على افلام الوطنيه. ابن القريه الفقيره. ابن القريه الفقيره. عشان عايزين يبصوا لنا شويه. طيب لو معاك الادوات دي ومعاك الامكانيه تصنع موتوسيكل من البدايه للنهايه كامل زي الموتوسيكل ده بعد لو عندك الامكانيات لو عندي الامكانيات بعون الله اعمل. عندك القدرة. لو اعمل احسن من كده يعني ممكن بدل ما الشغل ده للمعاق اعمله له شغل مصنع. للمعاقين برضه. يعني ممكن اعمله له افضل من كده يكون فيه ورا وقدام لان ده ما فيهوش ورا وقدام. يعني اعمل له ممكن مارشالين وبتاع. الامكانيات بس اللي مخليك ما تقدرش. لو في امكانيات مش انا بس. انا كان نفسي تتم فكرة المعهد الحرفي والمهني للمعاقين دي. ان شاء الله اقسم بالله. اقسم بالله. اقسم بالله كنا قدنا مصر. ان شاء الله الصناعه خليك مصمم على الامكانيات. طب ما حطموني. لا ما تحطمش. حطم وانا بعت ذهب مرتي في الموضوع ده وفشل. لا من انت من نوعيه حطموا المسؤولين في بلدنا بتحطم. انا اقول الصراحه والله ما حد متعاون غير الرئيس عبد الفتاح السيسي ولو عايزين يحبسوني يحبسوني ولو عايزين يموتوني يموتوني. لا احنا ليه بقول لك يعني انا بقول الصح اللي يرضي ربنا. زي ما شفنا معاك قصه احمد حسين ابن مركز ابن قريه الدهسه مركز فرشوط محافظه قنا اللي عمل الانجاز العظيم ده الموتوسيكل الخاص بذوي الاحتياجات الخاصه من الادوات البسيطه كمان عنده قدره يحول العجله الموتوسيكل يبدا موتوسيكل من الاول وجديد بس امكانيات عنده ضعيفه وتحدى الظروف وتحدى الاعاقه وساعد كل ذوي الاحتياجات الخاصه بصناعه موتوسيكل خاص بيهم بدل القعده في البيت اللي ما بيقدروش يتحركوا ولازم ليهم رفيق بيجوا هو خلالهم رفيق بصناعه البسيطه. ده كان تفاصيل لايفنا النهارده واستنونا في لايف جديد. كانت معكم سمر مكي من محافظه قنا. دمتم في رعايه الله.